روح لي يلين واخر اخبار السوشيال ميديا. يسعد صباحكم. انا هلا ببعث لكم صورتي بعد شوي لاني ناوي اتقاعد على 40. حلو. يعني بقيان 20 سنه، عرفتوا كيف؟ على كل حال بنبدا باول ترند لهالاسبوع وهو عرس وليد المقداد احد نجوم طيور الجنه. اعتبروا المتابعين انه صغير لانه يقال انه هو مواليد 2001 وهن بيعرفوه من هو صغير، لهيك انصدموا وتفاجئوا وصارت الناس تتحسر وتقول وليد تزوج وهن لسه مو مرتبطين حتى. يعني صغير أو كبير بنقول له ألف مبروك، كل واحد بيتزوج بس يحس حاله أنه جاهز. وكان عرس ممتع، حضروه كل الناس على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب. وأكيد كلكم مرق عليكم هاي اللعبة اللي شفتوها على السوشيال ميديا وصارت الصبارة الراقصة ترند، هيك اسمها. المشكلة أنه مو بس ترند بين الصغار، لا هي انتشرت بين الكبار أيضا، وهي عبارة عن لعبة من الإسفنج بتتفاعل باللمس وتتمايل بحركات راقصة وكمان بتقوم بترديد أي صوت بتسمعه. وتصدرت اللعبة الأكثر مبيعا لدرجة أنه انتشر فيديو إلها كيف بتتصنع بالصين وشفنا عملية التصنيع قد ايه هي بسيطة، وفي مطالبات بتخفيض سعرها في مصر بعد ما وصل للألف جنيه. صباح الخير يا عرب. لحظة ما شغلت. على فكرة بدي أقول لكم إنه بصعوبة لقينا هاي اللعبة لأنه هي عم تروح بسرعة من الماركت. هذا صوت زميلتي نورة. حنجرب مرة تانية. على فكرة هي بتسجل مو بس يعني. عم تقلي لازم تحكي حلبي. على كلن هلا بدنا نتعرف. خلينا نتعرف على ضيفتنا لليوم رغد فهمي. تمام. من سنة تقريبا كانت صانعة المحتوى الأردنية رغدة فهمي مترددة إنها تأسس قناة خاصة فيها على يوتيوب كرمال ظروف الدراسة، لكن اليوم أكيد التردد زال نهائيا بعد وصولها إلى 1.5 مليون متابع بفترة قياسية. عمرها 18 سنة وبتدرس طب أسنان، صغيرة صح؟ كيف لو تعرفوا إنه إخواتها روان وريان عندهم 10 مليون متابع تقريباً وهن أصغر منها بالسن، ولسه كمان في ميرا يلي بتابعها 5 مليون مشترك، عائلة مبدعة بصناعة المحتوى والأفكار اللي بتحصل مشاهدات عالية. هل اليوتيوب منصة بتسهل طريق النجاح أم تواجد العائلة بأكملها هو السر؟ يسعد صباحك يا رغد، وكل عام وانت بألف خير. عيد ميلادك هالشهر كان صح؟ وانت بألف خير. رغد، مثل ما شفنا بالتقرير انه انت خلال سنة بس وكنت اصلا يعني مترددة تفتحي قناة يوتيوب صار عندك 1.5 مليون، هل هذا الشيء يعني هو اليوتيوب سهل انك تحصلي متابعين ولا انت كان تركيزك انك توصلي لهذا الرقم؟ هلا انا ما كان ببالي انه اوصل لرقم معين، بس كان عندي هدف انه اول ما اخلص مدرسه او ثانويه العامه اني افتح قناه على اليوتيوب، وهو كان اصلا بدعم من اخواتي روان ريان لانه هم اصلا يوتيوبرز قبلي، وهيك شوي شوي صارت تكبر القناه والناس يعني كثير حبوا انه انا عندي قناه على اليوتيوب وانا حبيت الموضوع اكثر. بتحسي انه اسهل لانه اخواتك قبلك على السوشيال ميديا فهذا الشيء يعني صار يجيب لك مشاهدات وكان الموضوع اسهل؟ هو الموضوع اسهل لانه صار عندي خبره من قناه اخواتي، فحسيت انه انا بلشت انه سهل، ما كانت بدايتي صعبه. أيه؟ لانه هم كانوا بدايتهم انه شوي هيك متواضعه. أيه؟ وكانت باشياء كثير بسيطه، فهم كانت بدايتهم شوي اصعب مني لانه ما كان في حدا يعني يساعدهم، ما كان عندكم يمكن خبره بهالمواضيع كلها. على كل حال خلينا نشوف هذا المقطع ونرجع. صباح الخير رغد. صباح الخير لين. صباح الخير ام بي سي. طبعا رغد هلا انت مستغربه ليه احنا هون، لانه لين اتفقت معنا نجاوب اسئله عنك، فاحنا هلا هون عشان نجاوب. اكثر شيء بعصب رغد ريان. اكثر شيء بعصب رغد اللي هو اللي بفوت على غرفتها بلعب المكياج حتكون على المهم، انا بسويه كل يوم فمشان هيك بعصبني احيانا. بتنجن طبعا. مين هي الأقرب فينا لرغد؟ الأقرب فينا لرغد هي أنا، ليل نهار عندها بنحضر أفلام كل يوم. أكتر صفة بحبها في رغد واللي هي أحلى شيء عندها واللي هو إنها طموحة. الصفات اللي أنا بحبها برغد هي إنها طموحة وإذا حطت شيء براسها بتوصل له، بتحب تساعد الناس وإحنا نمبر 1 عندها.
وحابين نحكي لك يا رغد انه كثير بنحبك وشكرا انك ساعدتينا ببداياتنا وكثير فخورين فيكي. وكمان حابين نحكي لك ان شاء الله تطلعي احلى دكتوره والله يوفقك في حياتك. وطبعا اول سنه حتسويهم هو انا. انا بعدين. وبس شكرا على هالمقابله وباي باي باي رغد. طبعا حبوا روان وريان انه يفاجئوكي، وكمان هن قالوا انه انت كنتي تساعديهم لما كانوا يعملوا محتوى على اليوتيوب. على اليوتيوب ما هو مشان هيك صار اصلا عندي خبره لما اجيت انا افتح قناه، انه انا اوريدي يعني فتحت لهم قناه اليوتيوب وكل شيء عملته لحالي، فانه عرفتي يعني هيك كان سهل اوتوماتيكلي خلص كله تمام. طب رغد انت بتدرسي طب اسنان وكمان يعني بتعملي محتوى على تيك توك وانستغرام ويوتيوب، في منصه كمان انا فاتتني انستغرام ويوتيوب وتيك توك. ايه تمام. كيف بتلحقي؟ يعني دراسة الطب مو سهلة. هلا صح انه دراسة الطب مو سهلة، بس انه لما الواحد ينظم وقته خلص بصير كل شيء تمام. انا مثلا لما يكون عندي امتحان ما بقدر اصور، بضل بدرس عشان امتحان. يعني بتقطعي؟ يعني مرات بقطع بلا، مو دائما انه مستمرة، لما يصير عندي شيء او مشغولة بشيء دراسة امتحان انه هون باخذ بريك من التصوير وبتفرغ لشيء معين. تمام. طب رغد كمان انت بتعرفي هلا احيانا الشركات بيجي الاتش ار مجرد ما الموظف عنده حساب عام ممكن يقول لا لا ما راح يلتزم وياخذوا يعني فكرة دائما وتشز ما لها صح، يعني هي غالبا ما بتكون صح، فانت يعني بالمستقبل حتصيري طبيبة اسنان، ما بتخافي هذا الشيء انه السوشيال ميديا ياثر على مهنتك يخلي الناس تقول لا انه مثلا ما بنعرف اذا هي حتكون مركزه بالموضوع ولا لا، يعني بتخافي من هالموضوع؟ بالعكس مو خايفه، لانه بتعرفي في كثير اطباء اسنان مشهورين على السوشيال ميديا وحساباتهم موثقه وعندهم حتى يوتيوب شانلز، فانه هدول كمان اكثر ناس يعني they inspired me علشان كثير حفزوني علشان اني اكون طبيبه اسنان معروفه وبنفس الوقت يعني بسوي الاشياء اللي بحبها. وفي دكتور يعني انا صراحه كثير بحبه واللي هو دكتور مجد. صح هلا شفت صورته كنتي معه. دكتور مجد هو دكتور اسنان معروف وبنفس الوقت حسابه موثق وعادي يعني بنزل هيز ديلي لايف وبنفس الوقت بنزل عن شغله، فانه هذا شيء كثير حلو هو صح. حفزني كمان. صح وهيك بتصيري تنشري للناس شغلك وكل التطورات اللي عم تعيشيها بعملك. طيب خلينا نشوف هذا المقطع كمان احد المقالب اللي انت عملتيها بعائلتك ونرجع. تمام. بس انه بدي افك الحجاب. ريان والله احسن يا اخي. لو يقتلوكي ما تفكروش. كل يوم انه عادي وما فيها شيء. وفجأة لازم تفكي حجاب عشان تلاقي هذول اللي بيفكوا الحجاب بالتيك توك يعني عازبينك هذول. أنتي مقتنعة وأنتي اللي قلتي بدك تحجبي وما حدا منعك وقبلنا لك ولاك حجبي، أنتي برأيك تحجبتي مشان تفكيه يعني. أنا السبب ثاني. مش مقتنعة. يعني مو مقتنعة، حاسة حالي أحلى بدون هيك. يعني مش مقتنعة كيف يعني؟ يعني ما بتأمني إنه والله قال هيك والله قال هيك. طبعا هذا كان مقلب سويتيه باخواتك وردت فعلهم صادمه، ما شاء الله عندهم واعيين واكبر من عمرهم، بس في ناس قالوا انه يمكن هذا يكون تمهيد او مثلا بدك تشوفي ردود افعال الناس، شو كان هدفك من المقلب؟ لا طبعا طبعا ما كان تمهيد او ما كنت عم بستنى ردود فعل من الناس، لانه يعني غير هيك انه اكيد اول شيء هتكون ردود فعل الناس سلبيه، وانا اصلا مو هاممني هذا الشيء، انا سويته بس مجرد مقلب هيك ترفيهي مشان كمان بنفس الوقت اشوف رده فعل اخواتي وعائلتي انه شو راح تكون، بس هيك يعني للتسلاي، بس مش إشي جدي ولا تمهيد. بس ما خفتي من الانتقادات؟ يعني مثلا مرات الناس تفهم الموضوع غلط بتقول انت هيك عم بتشجعي، او ممكن لا بالعكس يعني انت ما عم تشجعي لانه رده فعل اخواتك كانت انه لا ما تعمليها. ما هو بالعكس هو ما كان تشجيع ولا حسيت بالتشجيع، لانه هو كان مقلب ورده فعلهم كانت باينه وكان مبين بحس علي من بدايه الفيديو وانا بسوي المقلب انه طول الوقت هيك عم بضحك كانه يعني عادي بس مزح. طيب هلا كمان في فئه من الناس بتقول انه صناع المحتوى انه محتواهم غير هادف وما بنستفاد شيء، لما تسمعي هيك شيء انت شو بتجاوبيهم؟ هلا طبعا ما فينا نحكي انه يعني كل مكان بتلاقي محتوى هادف، صحيح انه بتلاقي دائما انه متنوع محتويات متنوعه على السوشيال ميديا، بس بشكل عام انه بالنسبه لي رح احكي عن حالي، انا بشوف انه محتواي بيشمل كل شيء، بيشمل ديلي لايف، بيشمل الفاشن، ميك اب، كثير اشياء، يعني بحب اشارك الناس حياتي، بحب اشارك الناس اهم اللحظات اللي بمر فيها، وبنفس الوقت عن جديد هذا إشي لسه ما اعلنت عنه وحابه اعلنه هون على التلفزيون، اللي هو انا تم اختياري كسفيره لمنظمه ذا فريد هولو فاونديشن، وهاي المنظمه هي لمكافحه العمى وضعف البصر،
حلو. وانا اعتبر اصغر سفيره في العالم، فانه واو. هذا شيء كثير حلو. ايمتى رح تبلشي يعني تنفيذ هذا الشيء او الشغل مع المنظمه؟ عن قريب يعني ان شاء الله، يمكن الاسبوع الجاي رح يصير في محتوى عن هذا الموضوع. حلو كثير. هي هاي المنظمه زي ما حكيت لمكافحه العمى وضعف البصر. حلو كثير انه رح يستخدموا المنصه اللي عندك والتاثير اللي عندك لنشر الوعي، لحتى ينشروا وعي. فهذا اكبر دليل انه لا، مو صناع المحتوى محتواهم غير هادف ابدا. يعني احنا بنكون عم نشتغل على أفكار وأشياء إنه كتير حلوة، بس إنه ما منعلن عنها دغري علشان إنه الواحد حلو يمشي بالتدريج. أصلاً أحياناً بيكون الموضوع غير مباشر، فبتأثروا بدون ما تحسسوا الناس. وصلنا لأسئلة الجمهور، وصلني كتير أسئلة، بدنا جواب بكلمة واحدة. هلأ إذا ما بدك تجاوبي، سمعنا إنه صوتك حلو، ممكن تغني أو مثلاً تستعيني بالصبارة الراقصة. طيب رح نبلش بالأسئلة. مين الأقرب لتفكيرك بين أخواتك؟ بحس أختي روان الأقرب لتفكيري. تمام. ليه ما منشوف أخوكي خالد معك في السوشيال ميديا؟ خالد ما بيحب الأضواء وما بيحب التصوير، فمشان هيك هو ببعد عن الكاميرات. شو السن المناسب للزواج برأيك؟ صراحة ما بتوقع أنه في سن مناسب للزواج، بس لما يصير الشخص جاهز وبقدر يتحمل المسؤوليات وكل شيء، بحس هون وقتها بقدر يكون جاهز. يعني ما بقدر أعطيك عمر معين. ما في عمر. ممكن ترتبطي بشخص مشهور؟ والله اللي فيه خير، ما بعرف. يعني ما في مشكلة. لو طلبنا تختاري صفتين من صفات والدك تكون موجودة بشريك حياتك. صفتين. الصفة الأولى الحنية، يكون حنون. الصفة الثانية الكرم. تمام. هلا احنا حنشوف صور والدك. هو على فكره والدها من اكثر الاشخاص اللي بيشجعهم على صناعه المحتوى، وحتى بيظهر معكم بالفيديوهات يعني. ففعلا دائما يعني الاهل كثير مهم انه يشجعوا اولادهم على اي فكره بيطلعوا فيها، فالله يخلي لك اياها. طيب لو حابه تسافري وتعزمي ثلاثه يوتيوبرز بنات، مين بتختاري؟ والله عادي، انا ما عندي مانع. باخذ اي حدا، بس في عندي صحبات يوتيوبرز، يعني ممكن اخذ يارا، كوين يارا، ما بعرف بتعرفيها. في كمان شادو، شادن. مين كمان؟ ماريانا غريب. تمام، حلو كثير. خلص انا بنضم لكم اخر شيء. وانت بتيجي معنا اكيد. نورتينا رغدة، بنتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله بنشوفك اهم طبيبه اسنان بالامارات وتحققي كل احلامك. تسلمي يا رب. شكرا كثير، وبنرجع لعند هاني وهدى. شكرا. ابعث لكم الصباره؟ والله ارسلي انا. والله تعالي تعالي انت والصباره، تعالي انت والصباره، خلينا نشوف الصباره هذه قبل الفاصل. يلا. والله انا ما سمعت عنها الا منك يا لين صراحه. لا بس انتم ما عم تتابعوا الترند معناتها، عشان هيك انا موجوده عشان اخبركم عن الاشياء اللي بتصير على السوشيال ميديا. شوف اذا انت بدك تسجل بس هي استريح. يعني انه تسجلين بس ها؟ ايه بس نوره يعني زميلتنا عبت التسجيل كله. طيب الحين خلينا نجرب. هلا فيك تحكي؟ احكي شيء؟ اوكي وش اقول؟ صباح الخير يا عرب. الحين سجل. والله ما بعرف شو صار لها. اوكي صباح. ايوه بلش تحكي حلبي. صباح الخير يا عرب. اوكي هلا فيك تحكي. صباح الخير يا عرب. ايوه بلش تحكي حلبي. خلص نورة على نورة ما في مجال. نورة اينما كنت. هذا اللي كنت خايفة منه انا. بعد جربي جربي اخر مرة. ايوه بلش تحكي حلبي. هلا فورا احكي بعدها. صباح الخير يا عرب. لا انت كنسيها؟ خلص نورة بعدين احكي. انت قولي يلا. والله اظن خربت خربت. هي بتحكي ما لازم تحكي، عرفت؟ اوكي. صوتك يعني صراحه فيها بس حلوه يعني، مع انه هي بسيطه بس سبحان الله. ما انتشرت يعني بالاسواق، انه نفذت من الاسواق الا لما انتشرت على السوشيال ميديا، مع انه على فكره هي موجوده من زمان، يعني هي مش جديده. بس قام حظها. قام حظها. هي قام حظها بس.